منصة تيليجرام تعتبر أقوى منصة في العالم وأخبث المنصات في العالم، والكثير من الدول يخافون من هذا المنصة. تخيل معايا أن دول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومثل روسيا يخافون من منصة تيليجرام. ولن تتخيل يا عزيزي المتابع أن الجرائم الخبيثة اللي يحدثوا في هذا المنصة اللي اسمها تيليجرام. وتخيل معايا يا عزيزي المتابع أن هذا المنصة تجمع فيها الكثير من أنواع البشر، الهاكرز والنصابين والمحترفين في عمليات بيع المخدرات وأيضا حتى الأسد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا رئيس صانع محتوى أقدم قصص. فإذا عجبك هذا الفيديو لا تنسانا بزر اللايك والاشتراك في القناة، وأتمنى أنكم تعلقوا تعليقات إيجابية لكي أستمر في نشر فيديوهات بجودة عالية. أتمنى يا إخوان أنكم تدعمونا بزر اللايك والاشتراك في القناة، فهذا الشيء لن يأخذ معك حتى دقيقة من وقتك. وخلونا نبدأ يا إخوان قصة اليوم. سنة 2006 شاب اسمه دوروف يعيش في روسيا، بالضبط في موسكو. أتى عنده صديقه من الولايات المتحدة الأمريكية وورجاه موقع الفيسبوك اللي كان في تلك الفترة في بداياته. فشاف دوروف هذا الموقع وعجبه وقال لماذا لا نفعل موقع روسي شبيه للفيسبوك. فذهب عند أخوه نيكولاس اللي كان خبير في مجال البرمجة وكان خريج في أحد أكبر الجامعات في موسكو في مجال الحاسوب والتكنولوجيا. لما طرح هذه الفكرة على أخوه نيكولاس عجبته الفكرة وقاموا ببرمجة هذا الموقع. في سنة 2008 وصل موقع VK اللي عملوه شبيه للفيسبوك. هذا الموقع وصل لأكثر من 40 مليون مستخدم. وفي تلك الفترة كانت الانتخابات في روسيا، وكانوا العديد من الأشخاص لا يريدون فلاديمير بوتين أنه يكون رئيس لدولة روسيا، وخرجوا بعض المجموعات والحسابات وعملوا مظاهرات كبيرة واتفقوا في هذا الموقع اللي اسمه VK. الحكومة الروسية شافت أن هذا الموقع اللي اسمه VK اللي صاحبه اسمه دوروف أن هذا الموقع يعارض الحكومة الروسية، فذهبوا عند دوروف وقالوا له أن هذه المجموعات لازم أنك تحذف أو تحضر هذه المجموعات نهائيا. ولكن دوروف رد عليهم بهذه الصورة عبر حسابه في VK، وهنا المشاكل إخوان الكبيرة، وقررت السلطات الروسية أنها تعتقل دوروف. To the lead opposition groups from VK. As expected from a tech service, a few years later, Durov was forced out of his own company. Vladimir Putin's allies took over VK. فقررت الحكومة الروسية وقالت لدوروف يا أنك تبيع هذا الموقع اللي اسمه VK يا أننا نعتقلك في السجن لأنك خالفت القانون الروسي. فقرر أن دوروف يبتعد عن كل هذه المشاكل وباع موقع VK وخرج من روسيا نهائيا. لما خرج من روسيا اختفى لعدة سنوات، حتى في سنة 2013 خرجنا دوروف بموقع التليجرام، هذا الموقع اللي عمل ضجة في العالم بأكمله. تخيلوا معايا، خرج دوروف وقال بأن موقع التليجرام هو موقع الرسائل وموقع لا يبيع بيانات المستخدم. وتخيل معايا أن هذا الموقع
ليس موقع ربحي، يعني الشركة غير ربحية، وحتى الشركة صعب أنها تتجسس على الناس في الرسائل، يعني حتى الشركة صعب أنها تدخل لرسائل المستخدمين. وهنا يا إخوان بدأ تجمع الناس الخبيثة، بدأوا المجرمين يدخلوا لهذا الموقع اللي اسمه التليجرام، بدأوا يبيعوا الأسلحة والمخدرات، وتخيلوا معايا حتى في تجارة البشر يا إخوان والمخدرات. وسط مخاوف من محاولات تنظيم الدولة للانتشار شرق آسيا. لكن لماذا تيليجرام؟ يتميز هذا التطبيق بعدة أمور، أهمها قدرته العالية على تشفير الرسائل ومرفقاتها من صور ووثائق ومقاطع فيديو، ويمتلك هذا التطبيق خاصية التدمير الذاتي للرسائل السرية. والشيء الآخر هو أنهم كانوا قنوات إباحية. تخيلوا معي أن هذا الموقع تجمع فيه كل شيء، بيع الأسلحة، بيع المخدرات، أيضا كانوا فيه قنوات للفيديوهات الإباحية والعديد من الأشياء. تخيلوا معي أن شاب صيني عمل قنوات للفيديوهات الإباحية، وهذه القنوات اللي انتشروا لدرجة كبيرة جدا، وأيضا بعض الأشخاص اللي عملوا مجموعات لبيع الأسلحة والمخدرات، وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن دوروف لم يستجيب لهذا الشيء. ومؤخرا يا إخوان في هذه الأيام يا إخوان تم اعتقال دوروف في فرنسا لأنه لا يبيع بيانات المستخدمين للدول. والآن يا إخوان هل سوف نرى موقع التليجرام يبيع بيانات المستخدمين أو لا؟ وكانت هذه إخوان هي قصتنا لليوم، هذه القصة لموقع التليجرام، الموقع اللي حير كل دول العالم، والموقع اللي صعب أي شخص في العالم أنه يتجسس عليه لأنه عنده إمكانيات خارقة وسيرفرات قوية جدا. إذا عجبكم يا إخوان هذا الفيديو لا تنسونا بزر اللايك، الاشتراك في القناة، أتمنى أنكم تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم، وكل الحب والتقدير لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.